دكتورة وسام، نتحدث اليوم عن مسودة جديدة للمبعوث الأممي حول مبادرة الحل في اليمن، كيف قرأت هذه المسودة؟ مساء الخير طبعا سمع. شكرا على هذه الاستضافة. المداخل سمحتوا لي بها. طبعا مسودة قدمها مبعوث جريفيث يعني هو يريد أن يعني يلملم كل المعطيات في ورقة واحدة، أدخل فيها الجانب الإنساني مع الجانب السياسي، أدخل فيها الأمور التي تم التوصل فيها الاتفاقات وشبه منتهية بالأمور ستطرح لأول مرة، بالإضافة إلى أنه تقريبا قدم للحوثيين كل المطالب التي كانوا يطالبون بها مقابل لا شيء، يعني لا يوجد أي التزام بالمرجعيات، لا يوجد أي التزام بعودة الدولة، لا يوجد أي التزام بلملمة السلاح من الميليشيا، بالعكس هذه الأمور الأساسية الرئيسية التي قامت الحرب من أجلها أرجعها للمفاوضات لاحقا مقابل تقديم كل المعطيات التي طالب بها الحوثيين. وللمفارقة إن الحوثيين هم المتعنتين ورفضوا أن يقابلوا في مصر. برأيك ما هو سبب هذا التعنت من قبل الميليشيات الحوثية؟ يعني هم الميليشيا الحوثية أساسا يعني بالدرجة الأولى هي تريد تعتقد أنها استطاعت أن تناور لمدة 5 سنوات بهذا الأسلوب ومستعدة للاستقرار، بالإضافة إلى أن هذه الميليشيات أصلاً لا تريد سلام ولا تريد أن يتم السلام بأي شكل أو بآخر، بالعكس هي تقتات على الحرب وتستمر بالحروب، يعني هذه الميليشيا تخنقها السلام وتعيش في الحرب. لكن الأهم من ذلك أيضاً أنه لأي مفارقة حتى لو استجابوا حتى لو قبلوا، يعني هل يمكن أن يقبل أحد مثل هذا المعطيات التي قدمها؟ يعني إذا إحنا كنا في السويد كانت وضعت عدة أمور طرحت عدة أمور للتباحث حولها، منها فتح مطار صنعاء، منها ملف رفع الحصار على التعز مثلا، وعدة أمور أخرى لم يتم التواصل حولها لأي اتفاق، فأرجعت هذه القضايا بينما وضع ملف الحديدة وملف الأسرة. الأمور التي اتفق عليها لم يتم تنفيذها لا الأسرى ولا الحديدة رغم كل الجولات اللي تمت حتى الآن، يعني سنقترب من 2 سنين ولم ينجز أي شيء. ثم يأتي في هذه المسودة ويضع الأمور التي تم الاتفاق عليها ولم يتوصل لم يتم التوصل فيها إلى تنفيذ فعلي مع الأمور التي أصلاً استبعدت ولم تطرح للتباحث، يعني هذه مفارقات عجيبة. طيب دكتورة وسام، يعني ما فائدة التكهن؟ يعني لماذا تعقد اتفاقات إذا النتيجة واحدة بينما تم الاتفاق عليه وما لم يتم؟ طيب طالما النتيجة واحدة دكتورة وسام، يعني في هذه يعني ما هي الجدوى من تقديم مبادرة كهذه المبادرة مكررة من المبادرات السابقة منذ 5 سنوات أو ما يزيد عن 5 سنوات، وأيضا ليست مبنية على المرجعيات 3؟ يعني برأيك هل هي مجرد إضاعة للوقت أو ما الذي يريده المبعوث الأممي بالتحديد؟ المبعوث يريد أن يحقق أي اختراق ليقول أنه أنا ناجح وأنا مستمر، والمشروع الذي جئت به من حلحلة وفتكت القضية اليمنية إلى أجزاء استطعت أن أقدم فيه أي اختراق. يعني هو بيشتغل لمصالحه الشخصية ولخدمة وظيفته أكثر من هو بيشتغل لمشكلة القضية اليمنية أو فعلا الوصول إلى حل. طيب برأيك يعني الآن يأتي الدور على الحكومة الشرعية، ما الذي بيد الحكومة الشرعية يعني حتى تفرضه وتجبر الطرف الآخر الذي هو الحوثيين على الجلوس في طاولة؟ يعني حاليا الوضع لا أرض لا دولة، يعني لا يوجد سيادة مطلقة في الميدان، ما هي الخيارات أمام الحكومة الشرعية؟ يعني هذه هي الإشكالات التي بنواجهها ولا بتخلي الطرف الآخر يستطيع يعني يتعنت ويبني مواقف، لكن يعني لا يعني هذا أنه كل الأوراق بيد الحكومة الشرعية، نفذت هناك الكثير من الأوراق التي يمكن يناور بها الحكومة الشرعية، لديها قرارات ومرجعيات رئيسية، الحكومة الشرعية هي الحكومة المعترف بها، الحكومة الشرعية لا زالت لديها يعني قوات أماكن متفرقة بالواقع، يعني تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، يعني كون أنها انطلقت في مرحلة ما لمرحلة الدفاع العسكري بدل انطلق لتحرير صنعاء لا يعني أنه هي لم تعد موجودة على الساحة يعني حتى عسكريا. نعم، بالعودة إلى مبادرة السلام من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، ما هي محددات المبادرة التي يمكن أن تقبل بها الحكومة الشرعية ويقبل بها التحالف وتقبل بها أيضا ميليشيا الحوثي؟ والله أنا لا أعتقد، يعني أعتقد أنه بداية مثل الهدنة التي طرحت في رمضان أنه يتم تلتزم الميليشيا بوقف العمليات العسكرية ومن ثم تطرح للتباحث حول المرجعيات. أنا أرى أنه ما تم التوصل إليه في الكويت
وكما صرح المبعوث السابق بأنه الحوثيين هم الأفضل وما تم الاتفاق عليه بالكويت، أعتقد ما كانت ما توصلنا إليه بالكويت يمكن أن يكون نقطة جيدة للانطلاق منه في المباحثات، لا أن نعود من نقطة من تحت الصفر ونعيد اختراع العجلة. دكتورة وسام باسندوة أستاذة العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.